جزاء وكان سعيكم مشكورا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وأصلي وأسلم على من بعثه مولاه رحمة للعالمين سيد الوجود محمد. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المسلم في مصيبة كساه الله من حلل الجنة يوم القيامة. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا في هذه الأيام المباركة أن نرجع إلى الله وأن نصطلح مع الله، ونحن نعيش لفحات هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الخلق جئنا صوب ذكراك، القلب بالحب والإخلاص ناجاك، نهوى مدينتك الزهراء يدفعنا، وجه وشوق وتعنان لرؤياك. كان اسمها يثرب من قبل هجرتك فأصبحت طيبة من بعد دنياك. كانت تسائر في البلدان الدنيا فغدت بعد هجرتك عزها في دنياك. قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من جنان الخلد تهواك. تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مثلا سراها بعد متواك. من أرض طيبة نور عن عالمنا بشراك يا عالم الإسلام بشراك. إنا نحبك عن بعد وعن كسب وما نزيناك يوما أو سلوناك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا وإياكم نعيش في رحاب القرآن الكريم مع قارئ كريم، أدبا تواضعا أخلاقا، القارئ المتمكن أحكاما وتلاوة وتجويدا، صوت مزمار من مزامير داود عليه السلام، ألا وهو ضرير القارئ الشيخ ممدوح وجود سعد، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. أسأل المولى تبارك وتعالى له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله كان في يوسف وإخوته
غلبت عليه يا رب يا رب. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء فصابر
صعب والله المستعان والله المستعان والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما والله المستعان
أسره ببضاعة
ذلك يا رب. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي
صلي على النبي. كمان ايوه
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير القارئ للعالم العربي والاسلامي والقارئ لدعوة الزوم وقارئ القارئ الشيخ ممدوح موجود سعد كلنا فتنا إخوة الإيمان والإسلام
هذه التلاوات المباركة والتي نكرم فيها لهذه الجمعة عبد الصادق. نتقدم بخالص العزاء لعائلات عبد الصادق الأستاذ رضا عبد الصادق والحاج علي عبد الصادق والأستاذ سامي عبد الصادق وندعو الله العلي الكريم أن يرحمنا بالقرآن وأن ينصرنا بالقرآن وأن يشفع لنا بشفاعة القرآن. إخوتنا الإيمان والإسلام، صاحبنا خلال هذه التلاوة الهندسة الصوتية لصاحبها الحاج محي وتصوير الحفلات الدينية الأستاذ ناصر صلاح. وسعدنا بحضراتكم في هذه الليلة القرآنية وندعو الله العلي الكريم أن يكون هذا القرآن في ميزان حسنات والدنا الراحل الفقير. شكر الله سعيكم جميعا.